بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخواننا الكرام، موضوع هذا اللقاء الطيب معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما هي التقوى؟ أضرب لكم أمثلة. أيام إنسان يفحص عيونه عن الطبيب العيون، في لوحة فيها إما سي أو إي، واحدة هيك يسار أو فوق أو تحت أو يمين. أول سطر كبير، الثاني أصغر، ثاني أصغر، ثاني أصغر، آخر واحد سادس واحد أصغر حجم. إذا بسادس واحد أجبت إجابة تامة بتقول لك هي، بتقول له يمين، فوق، تحت، يسار، تأخذ ستة من ستة، يعني بصرك بالمئة مئة تام. في واحد أربعة ستة، في ثلاثة ثلاثة، في اثنين ثلاثة. إذا قال لك ستة ستة يعني بصرك مئة بالمئة صحيح، تماماً الرؤية تامة. طيب، لو واحد جلس بغرفة مظلمة تماماً، ظلام دامس، هل يرى شيئاً؟ وين عينه صفية؟ ما لقيم العين إطلاقاً من دون ضوء وسيط. تمام؟ غرفة لا ترى شيئاً، ظلام دامس، ما في نوافذ أبداً، لا ترى لا القاعدة لا الكرسي لا الشاشة، لا ترى شيئاً. سؤال الآن، ما دام العين كل خصائصها المذهلة وهي أعقد جهاز بالإنسان، لا قيمة لها كلياً من دون وسيط بينها وبين الأشياء هو الضوء، ننتقل إلى العقل. العقل أنا لا أبالغ أعقد جهاز بالكون، يعني الدماغ 140 مليار خلية سمراء استنادية لم تعرف وظيفتها بعد حتى الآن. 140 مليار خلية سمراء استنادية لم تعرف وظيفتها بعد حتى الآن. طيب، هذا العقل كالعين تماماً، يحتاج إلى ماذا؟ إلى نور إلهي يرى به الحقائق. فإنسان إن لم يستنر بنور الله لا يفهم الحقائق. في إنسان بالأرض ما في برأسه عقل؟ المعاصي والآثام والفجور والعدوان والاحتلال والقهر والقتل كما تسمعون، ما في إله، ما في منهج، لأنه العقل
يحتاج إلى نور، كما أن العين تحتاج إلى نور. النور، الآية تقول: لهم قلوب لا يعقلون بها. القرآن فرقان تفرق به الحق بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، دقق، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به. قرآن، كما أن هذا الضوء لا بد منه كي نرى بعيوننا في الليل، كذلك هذا العقل لا بد له من نور الوحي كي يهتدي. عقل فيه، هي الغرب الشرق يعبدون البقر في شرق آسيا، يعني إذا البقرة تدخل إلى بياع فواكه وتأكل نصف الفواكه بيكون عنده عيد، الإله فات لعنده. يعني الحقيقة في ضلالات بالشرق الأوسط، في شعوب تعبد الجرذان. في مجلة ألمانية اقتنيتها، في تحقيق عن شعب بآسيا يعبد الجرذان. أخواننا الكرام، إذاً هذا العقل يحتاج إلى نور. من يأتي الضلال؟ البعد عن الدين. هذا مادي، هذا يساري، هذا يميني، هذا إباحي، هذا أسطوري، هذا وثني، ضلالات لا تنتهي. لكن نحن كمسلمين في عندنا ميزة كبيرة كثير، معنا وحي السماء، معنا تعليمات الصانع، كلام الله عز وجل، في قرآن وفي سنة. نحن بنعمة تفوق أي نعمة. يعني إذا واحد عنده اطلاع تاريخي، ماذا يعبد البشر؟ والله في شعوب تعبد ذكر الرجل. معي معلومات تفصيلية دقيقة جداً. فلذلك نحن الله عز وجل أكرمنا وغمرنا بفضله أننا نعبد خالق السماوات والأرض، الإله العظيم. لكن العبادة هي طاعة، طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. لكن لو أنه أنت أجريت مناقشة، نحن مليارين مسلم، مليارين مسلم، والحديث يقول: لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. هذا كلام النبي، والحديث صحيح. 12,000 لا يغلبون في الأرض. نحن مليارين ونملك نصف ثروات الأرض بالضبط، ونجلس على أخطر موقع استراتيجي في الأرض، ملتقى القارات الثلاث، ونصف الثروات نملكها، ومع كل 5 عواصم إسلامية محتلة. ما الذي حصل؟ هذا الدين قوة بيدك إن طبقته، وإن ما طبقته عبء عليك، متهمون بالإرهاب. دول أفنت بالحرب العالمية 50 مليون، ما في كلمة إنه أوروبا إرهابية، 50 مليون قاتلين. والله التاريخ اللي بين يدي العلماء في حوالي 400 مليون مقتولين بهالحروب هي، ولا كلمة إرهاب. إذا كان بيموت واحد خطأً إرهابي اللي سكن عنده. فالحرب العالمية الآن على الإسلام فقط. هذا الدين دين قويم. ليش الغرب يحارب الإسلام؟ في دراسة معمقة، لو طبق الإسلام بالغرب
65% من أرباحهم تلتغى، ملاهي وحانات وخمور وفسق وفجور كله بيلتغى. هذا الأرباح الطائلة من الانحراف، واحد لما بينحرف بيدفع ما بيسأل. فأكثر أرباحهم الطائلة جاية من الأشياء المحرمة، فالدين عندهم بيلغي رزقهم، بيحاربوه حرب اقتصادية. نحن الله عز وجل غمرنا بفضله، نحن نعبد خالق السماوات والأرض، معنا كتاب من السماء من خالق الأكوان، عندك نبي معصوم، ما في وثنية عنا، ما في كهنوت، ما في أساطير، ما في خرافات. والله بالعالم في ضلالات لا يعلمها إلا الله، إلا بتلاقي المسلمين في إله يعبدونه، أمة واحدة، قرآن واحد، دين واحد. لكن مرة رئيسة ألبانيا قال إنه عجيب، بشرق آسيا في 800 دين طلع بهالقارة هي وعايشين، وأنتم دينكم واحد وإلهكم واحد وقرآنكم واحد والخصومات بينكم. هي وصمة عار بحق المسلمين الآن. نحن أمة واحدة، كتابنا واحد، إلهنا واحد، منهجنا واحد، ديننا دين عظيم. يعني بلال عبد حبشي شو هال له مكانة عند رسول الله تفوق حد الخيال. عبد حبشي لما اشترى سيدنا الصديق من سيده قال له والله دفع له 100,000، لو دفعت به درهما لبعتكه. قال له والله لو طلبت به 100,000 لأعطيتكها. يعني شوف مكان عبد أسود لكن مؤمن كبير. نحن إسلامنا عظيم. مثلا بيقول الله ما صلى عليه سلمان فارسي منا آل البيت، يا الله. صهيب رومي، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. أبو لهب هاشمي قرشي، تبت يدا أبي لهب وتب. شو الدين هذا؟ دين أممي، دين مبادئ، دين قيم. لذلك إخواننا الكرام عظمة هذا الدين، نحن سواسية كأسنان المشط، لا فرق بين عربي أو أعجمي، ولا أبيض ولا أسود، ولا سيد ولا عبد، إلا بالتقوى. وعظمة الدين بتلاقي يعني ما شركة عملاقة، المدير العام عنده 25 مدير تحت منه، لو أنه بيصلي مع الخادم بالجامع، خادم أقل وظيفة بهالشركة بيوقف جنب المدير العام بيصلي. شو السواسية هي؟ عنا بإسلامنا إيجابيات تفوق حد الخيال، تفوق حد الخيال. الزواج أنظمة دقيقة جداً، التجارة لها أنظمة، معك تعليمات الصانع، منهج تفصيلي، افعل ولا تفعل. فنحن لازم نعرف ديننا ونتفهمه، نطلب العلم ونطبقه. بدنا بيت إسلامي، بدنا يعني أحيانا بتلاقي فوت لبيت والله شيء حلو، الكعبة على قد الحيط، في هيك الآن صور حلوة كثير، وبعدين بسيارته في مصحف ممتاز. أنا مو ضد هالشيء، بس نطبق الدين. أنت بيهمنا الشعارات، تحط الكعبة، تحط مصحف السيارة، وأما الباقي لا، في انضباط وفي اختلاط وفي دخل مشبوه وفي علاقات لا ترضي الله. يعني أمي مليارين مسلم، تملك نصف ثروات الأرض، 5 عواصم محتلة الآن، لا تملك من أمرها شيئاً. الله ماذا قال؟ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. مستحيل، مستحيل وألف ألف مستحيل أن يسمح الله لكافر أن ينال من مؤمن، فإذا ناله نال منه
هذا اسمه مسلم ما له مؤمن. افتح القرآن آيات الإيمان، لا يمكن المؤمن ينهزم. مسلم ممكن، ولدا من أب مسلم أم مسلمة، منطبق شيء بالدين، عايش مثل الناس، اختلاط وأيام دخل ربوي وأمواله بالبنوك وأكثر أعماله خلاف المنهج، ما له عند الله وزن إطلاقاً، مع أنه مسلم هو، يصلي الجمعة أحياناً، وإذا مات يدفن في مقابر المسلمين، بس كمنهج منطبق شيء المنهج. لذلك كثرتنا قلة، مليارين مسلم، ليست كلمتنا في الأرض هي العليا أبداً، هي الدنيا. يعني بالغرب بيقيموا بيحطوا بيغيروا، عم يخططوا، نحن يخطط لنا. هي حقيقة مرة مؤلمة جداً، لا أقول على الكل لكن أكثرية، وإن لم تخطط يخطط لك، إن لم تكن رقماً صعباً في خطة عدوك تكن رقماً تافهاً. لكن نحن حتى نتوازن كشباب كرواد مسجد، هذا الإسلام عظمته دين جماعي ودين فردي، إذا الأمة لم تعبأ بهذا الدين ما طبقته، هذا شأنه. أما أنا كفرد بطبقه لحالي، في عندنا دين فردي. شو دليله؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، بس لحالك. واحد من مليارين مسلم لو طبقته بتخطف كل ثماره الفردية، لما بتطبقه الأمة تخطف ثماره الجماعية. بس أنا بقول الكلام حتى واحد ما ييأس، أخي الناس مو مطبقة شيء بالدين. يعني عفوا، كم من بيتك لهون كم بناية كله نايم، صح؟ لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. يعني هو يوم الجمعة ما في محلات، بيقول أحد لعنه الله شارون، قال لو أنه صلاة الفجر كصلاة الجمعة عند المسلمين لن يهزموا إطلاقاً. إذا بتلاقي يوم الجمعة الفجر عدد رواد الجمعة مستحيل ننهزم. فلذلك نحن بدنا نعمل صحوة، نعمل مراجعة حساب، نعمل بيت مسلم، عمل مسلم. في أعمال، في مواد ممنوع تبيعها أنت، بيركلها بقدمه المؤمن، ما بيبيعها إطلاقا. لذلك أخواننا الكرام، نحن بدنا صحوة، بدنا مراجعة نفس، وإذا واحد شاف الناس كلها غير مطبقة لا يقلق، طبق وحدك، تخطف وحدك كل ثمار التطبيق أبدا. واعتقد يقينا الإسلام فردي وجماعي، فردي لو طبقته وحدك تخطف كل ثماره، من سعادة، من سكينة، من توفيق، من راحة نفسية، من صبر، من فهم. بيتك إسلامي، عملك إسلامي، هي ما بتجوز، ما باخذها إطلاقا، ما ببيعها أساسا. أما لك والله عليها طلب، مرة قال لي واحد ببيعي طاولات زهر، بس والله حرام ببيعها، من لعب النرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير، بس والله عليها طلب يا أستاذ، كأنه عليها طلب لغة الدين. شايف الفهم؟ مادة ممنوع تبيعها، من لعب النرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير، للساعة ثلاثة شيش بيش إجهاريك وآخرتك. أغلى شيء وقتك، أثمن شيء تملكه الوقت، أنت وقت أساساً. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأخواننا الكرام، نحن برمضان، هذا شهر التوبة، شهر المغفرة،
شهر الإقبال، شهر الصلة بالله، شهر قيام الليل، شهر الفجر بالمسجد. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. يعني بتمنى أنه إيجابيات هالشهر تستمر بعد رمضان. يعني بالشهر بلك ما بدي أختاب، الله يخليك صائم، والله معك حق. لكن لو إجا رمضان، إجا الإفطار بالعيد، لازم بالعيد ما تغتاب كمان. أنا ما بدي دين موسمي. في عنا دين موسمي. مرة كنت ببلد إسلامي، طلعت امرأة على الطائرة درجة أولى، طبعاً حجاب كامل، الحجاب خلعته وصار تفلتها كامل. إجا ببالي هالمصطلح، هذا صار إسلام جغرافي، ضمن هالبلد الحجاب إلزامي. لما طلعت التغى الحجاب، بقى صافي عندنا إسلام موسمي وإسلام جغرافي. إسلام إسلام، بدك تطبق أحكام الله عز وجل بكل مكان وبكل زمان. فنحن يعني مراجعة أساسية، وين ماشي أنا؟ في عندي ببيتي مشكلة، في لقاء ما بيرضي الله، يا ترى بناتي خروج بليق ماشيين مع الموضة؟ شو الموضة؟ يعني واحد ولا أبالغ يهودي قاعد بباريس بيتحكم بثياب المسلمات، قصروا بنقصر، ضيقوا من ضيق، لغوا التنورة صار بنطرون، بنطرون صار. معقول عالم إسلامي يأتمر بأمر مصمم أزياء أجنبي؟ معقول؟ لا، دعك من المسلمات المحجبات، موضع ثاني هذا. أما عامة نساء المسلمات هلأ كله بنطال صار، والبنطال يعني في عورة كبيرة جدا. شو تعريف العورة؟ أولا لازم يستر لون البشرة، بالبنطال مستور لون البشرة، يستر حجم العورة. البنطال يؤدي خطوط المرأة تماما كأنها عارية، فبتلاقي حاطة إشارة ولابسة بنطال، ما بتزبط. طيب في تناقض كبير جدا. فنحن بدنا إسلام حقيقي. إذا أنت مالك قدران تطبق الإسلام على مستوى أمي، طبقه أنت لحالك. حجاب بناتك، انتبه لحجاب بناتك، انتبه البيت ما في معصية، ما في شاشة مفتوحة. شاشة مفتوحة في مشكلة كبيرة جدا، لابد من ضبط الشاشة، من ضبط اللقاءات. ما في اختلاط، ما في اختلاط، ما في شاشة مفتوحة، ما في غيبة، ما في نميمة. صار بيت إسلامي له عند الله مكانة كبيرة، محفوظ. أخواننا الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إيمانكم جميعا، وأهلكم وأولادكم وصحتكم ومالكم واستقرار بلادكم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور.